حلم الكلام وانا عندي 15 سنه. أنا كنت متخيل إن أنا أحسن من الأربعين، كنت بفكر أحسن من الأربعين.
كل الاعلامات دي الناس اللي بتعرفها. واكبر حاجه حصلت ان انا كسبت مني اكتر ما كنت اتوقع 100 مره. متهيألي او مش متهيألي او انا مصدق جدا ان دي كانت هديه ربنا ليا انا كنت بلعبها. جهزنا للفيلم وابتدينا نجهز علشان اتفرج على الحلم بتاعي اون سكرين، ولكن الظروف كانت صعبه. مصدق ان انا لف مدارس وجامعات مصر،
تصدق ان انا اتكلم مع الاولاد عن المخدرات ليه؟ لان وانا صغير في المدرسه عمر ما حد جه يتكلم معانا، عمر ما حد جه قال لنا يعني مخدرات. طول عمرنا واحنا صغيرين كنا نسمع كلمه مدمن، كلنا نسال بعض يعني ايه مدمن؟ يعني لازم ياخد كل يوم. طب هو ليه لازم ياخد كل يوم؟ ما حدش بيقول لي على السؤال ده. ودايما كنا فاهمين ان اي حاجه ممكن تحصل لاي حد مش ممكن تحصل لنا احنا. موضوع المخدرات في مصر موضوع صعب جدا، وانا متهيألي من خبره من الريسيرش اللي انا بعمله ان مصر ممكن تتعدل بنسبه كبيره جدا لو الموضوع ده بس لوحده بقى ليه حلول. احنا عندنا في مصر حوالي 10 مليون متعاطي. 10 مليون متعاطي مخدرات. لو كل واحد من 10 مليون عايش في اسره من خمسه، يعني احنا بنتكلم في 50 مليون بني ادم متاثر دايركتلي بالمخدرات في مصر. هقول لكم فكره تاني تتخيلوا منه حجم الانتاج في مصر عامل ازاي. في 2013 اتمسك 50,000 تاجر مخدرات في مصر. عارفين يعني ايه 50,000 تاجر اتمسك؟ فاكرين استاد القاهره لما كان مليان ايام ماتشات كاس الامم الافريقيه؟ تخيل ان الاستاد ده على اخره تجار مخدرات. متوقعين البلد اللي عايشه فيه؟ هرجع للحلم. تاني باذن الله هنرجع تاني نحاول ندي فرصه للناس اللي ما بتقراش انها تشوف وتفهم يعني ايه مخدرات. هحاول اكمل حلمي. وخليني في اخر كلمتي اقول لكم حاجه سريعه عن الحلم بتاعي. الحلم بتاعي عمره ما اديته بيوم. يعني ايه عمره ما اديته بيوم؟ يعني لما كان نزلوا بقى قاموا عملوا طاقه كبيره كل المنتجين من البلد كلهم عايزين ياخدوا الحقوق بتاعته بكره. محدش كان قادر يفهم ان انا مش ببيع رسالتي، ان انا عايز ادي رسالتي. وكنت طول الوقت خايف ان ربع جرام يتحول الى مزاج الخير. 29 حلقه من حلقه الناس في المخدرات، وفي الحلقه 30 موت كل الناس في المسلسل. لا كنت عايز اموت كمان اللي بيتفرجوا عليه. ما بتجيبش تشتري. لو حد فيكم انترستد ان هو ينضم للحلم اهلا وسهلا. الحلم اللي بديت من اول وجديد، وان شاء الله ان شاء الله هنقدر نتفرج عليه كلنا في نص السنه الجايه ان شاء الله. خلينا اشارككم بدايه في ربع جرام، واحب اشاركها معاكم عشان تتخيلوا احنا رايحين للفيلم ده فين. عربيه ماشيه في طريق صحراوي في طريق السويس، فيها ولد وبنت مش بنشوفهم بس سامعين صوتهم بيتكلموا مع بعض. الولد بيقول للبنت اعمل لنا سنجلين ما تتوصيش احنا بنعدي بس. بنسمع شويه اصوات وبعد كده بيجي العربية وهي بتقول له اضربنا ده الأول. بنسمع شوية أصوات وبعد كده بنسمع واحدة بتقول الله وسرنجة بتتحل في الشباك. بنستنى شوية وبعدين بيقول لها ولعيني ثواني. بنستنى ثواني كمان وسرنجة تانية بتتحل في الشباك. بعدين بيقول لها مش قلت لك ولا عين زرار؟ بيبتدي يتحرك بالعربيه بيلاقي مركب شرطه كبيره جدا قافله بيقف. ولاول مره بنشوف وشه وهو بيرجع ورا العربيه. بيرجع عكس الطريق. بيعدي على الحاره اللي في النص عشان يرجع عكس الطريق. وهو في الحاره اللي في النص بنقلب عليه جوه العربيه بيهزها كلها فوقي وهي اوفر دوز. البنت بتبقى خلصانه. بيقعد يحلف على وشها ميه وبيقعد يشتم فيها ويزعق فيها هي ما
فوقش. بيعدي على الطريق ناحية تانية وبيكمل، يبص في الملاية ما بيلاقيش حد، بيجري ويقف في العربية. بيفتح الباب وبينزل وبيجرها على العربية عشان ينزلها على الطريق. بيقفل الباب وبيلف وبيرجع. بيطلع بالعربية، بتيجي عربية شرطة بتقفل عليه، بينزل منها اتنين ضباط واتنين أمناء وتلات عساكر. الظابط بيدي تعليمات في القصة اللي جابها ورا، فتش العربية، وهو بينزل الولد بالعربية بيقول لهم ما أعرفهاش، أنا لقيتها مرمية ورا. الظابط بيزقها على العربية وبيرفع الفانيلا على وشه وبيكتفه وبيبتدي يطلع الحاجات اللي في جيبه. أمين بيخش العربية ويبتدي يفتش فيها، بيبص تحت الكرسي بيلاقي خمس تذاكر بودرة. بياخد تلات تذاكر منهم يحطهم في جيبه. وبعد كده بيروح للظابط يقول له لقيت دول يا فندم. الولد بيتاخد على البوكس وبيجي الأمين اللي كان عند البنت اللي مرمية ورا ويروح للعقيد يقول له دي باين عليها ميتة يا باشا. ربع جرام. أشكرك. أشكرك. وأتمنى بإذن الله إن الناس اللي هنا تنضم للحياة.